أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية اليوم من المنزل. نتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال هذه الليلة وأيضا خلال يوم غد بإذن الله. حيث يسود الطقس مستقر في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة بما فيها العاصمة الرياض، لكن تتفرق بعض الغيوم العالية في المنطقة الشمالية بسبب بداية تأثرها بحالة من عدم الاستقرار الجوي. اعتبارا من يوم غد بإذن الله هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تشتد خاصة على منطقة الجوف وأيضا منطقة حائل القصيم وأجزاء من حفر الباطن، وبالتالي خلال ساعات العصر والمساء تتكاثر الغيوم الرعدية في تلك المناطق وتهطل زخات من الأمطار. خلال ساعات مساء يوم غد بإذن الله تتحرك حالة عدم الاستقرار الجوي هذه لتشمل العديد من المناطق، تشمل أجزاء إضافية من منطقة القصيم وأيضا أجزاء إضافية من منطقة حفر الباطن وأجزاء من منطقة شمال الرياض وأيضا أجزاء من منطقة الشمال الشرقية. على أن تؤثر حالة عدم الاستقرار هذه خلال يوم الأربعاء بإذن الله على منطقة الرياض كافة. في ذات السياق تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم الرعدية خلال ساعات المساء والليل والعصر تحديدا عفوا بشكل يومي على تلك المناطق، تحديدا على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير وأيضا تمتد بشكل محدود لمنطقة نجران. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.